على مفترق طرق تبدو أفغانستان الآن، مسارات تضع القوى التي كان الصراع يحكم بينها في ميدان المواجهة مرة أخرى. اشتباكات في شمال البلاد، طالبان تتقدم في هلمند وتسيطر على مشاريع حيوية ترسخ وجودها على الأرض في مواجهة الحكومة، بينما تسير خطة انسحاب قوات التحالف الدولي كما تخطط لها واشنطن والحلفاء. على إيقاع الهجمات المتبادلة في 9 ولايات أودت بأكثر من 250 عنصرا من طالبان خلال الساعات القليلة الماضية، كما أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، ترتفع أصوات محذرة. فقد أجج هذا العنف المتصاعد مخاوف الولايات المتحدة والحلفاء الأوروبيين، وهم الذين قطعوا وعودا بمواصلة دعم الأفغانيين والأخذ بأيديهم إلى بر السلام، لذلك دعوا إلى استئناف فوري غير مشروط لمفاوضات السلام الأفغانية الأفغانية، تلك التي بدأت في العاصمة القطرية ولا تزال تتعثر. تحاول طالبان تقويض العملية السلمية، تقول واشنطن، وتتخذ من عملية الانسحاب ذريعة تشن خلالها هجمات متفرقة على القوات الحكومية لتفرض أمرا واقعا يعزز وجودها العسكري في ميدان لم تضع الحرب أوزارها فيه بعد. هكذا يبقى رصاص البنادق في صدارة المشهد، فيما تنزلق البلاد في دائرة من العنف المتجدد.